سم الله العبيد جر القصيد وتغنى برغبة وشهود حالا سريع ما تنى بجاه الرسول عند الكريم نتمنى آخر اليوم نموت على الكتاب والسنة سند بالرسول أحمد إمام السنة بين المسلمين يكسب نعيم الجنة شفع المسلمين يوم النهار برنا المولى الكريم أعطاه مهما تمنى ميلاد الرسول في مكة ليل يا هنا النهر انفقد والنار حالا شنا القصر انهدم شراف شاف البن رئيس الكافرين اصبح مطفطف جنة قال المشركين هذا الغلام محنا ومهما نحكي قول يعلم كلامنا القنة رأيكم تمموه لا يكشفوا باطنا لمولاد غريش النخل منه وطن شاوروا ليه بجهل قالوا له نحن بطلنا من كافة عباد تصنامنا إذا عطلنا الرأي كيف دحين هذا الأمر لومنا خيب على دقنا الكل نتبومنا إبليس قال لهم يا غوم مرق راجلنا سوى أسحار بقبض التراب خجلنا نومنا الجميع ما عيبنا ما عجلنا سكان مكة قالوا تعبنا وتجلجلنا قال لهم صراغ الغار نحن وصلنا فتشناه زين شي فيه ما حصلنا الراي يرجعوا لبيوتنا ناخد صنا خبروا كان بعيد وكان قريب يوصلنا أخبار الدخول في الغار سار عقلنا بخبر اليقين عنا الصغات نقلنا حرفتنا المديح يا هباق شغلنا ليه قول الرواة أهل السجايل قلنا قال الراوي في دار الخزاع نزلنا بحلب الشويه العجفة استأذنا مساها الرسول مجهودنا كله بذلنا أعيان الحليب حتى الأوان وزنا آيات الرسول الحب زين ما كنا داخل في الفؤاد من الطفال ساكنا صيد النفور يرتع قريب ويدنا يشكي له البعير يبكي ويرد فالحنا اتوجه مدينة الفيها جات المنا بخبر القبائل كلهن علمنا لاقوه السعاد
بعد قالوا له بك آمنا، يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا. الصلاة والسلام عد النبات للحنة، الصلاة والسلام ترضي الرسول مخزنا. بآل الجميع وأصحاب الأحيو السنة، يلقى بشريعة جوار بطن الجنة. صلى الله عليه وسلم.